سلام رئيس نادي النصر للمقاصة. يا فندم برحب بحضرتك. اهلا يا كابتن عمر، والف مبروك على البرنامج، وربنا يوفقك دايما ربنا يخلي حضرتك يا فندم. وندفع نشوف برنامج جديد وقوي ان شاء الله. طبعا يا فندم، يعني اكيد طبعا شرف لي ان حضرتك موجود معايا. في البدايه طبعا ببارك لحضرتك على التعاقد مع ايمانويل امونيكي. اعتقد ان من النادر جدا نشوف مدير فني اجنبي افريقي موجود في مصر، ودي الخطوه اللي مصر المقصه اخذها، لكن طبعا ده بيتم عن اقتناع. هل حضرتك يعني حصل اتفاق وخلاص ان هو رجل المرحله اللي جايه، هو ايمانويل امونيكي افضل من يقود مصر المقصه خلال فتره الدوري اللي جايه ان شاء الله؟ ان شاء الله. احنا وقعنا العقد مع ايمانويل، وان شاء الله هيبقى متواجد ومعانا، وطلعوا له الكارنيه بتاعه خلاص. فهو دلوقتي هو المدير الفني لفريق مصر المقاصه، بدلا من الكابتن احمد حسام ميدو اللي انا بحترمه جدا وبحبه جدا وبقدره جدا، وهو بذل معانا مجهود كبير الحقيقه، ما اقدرش انكر ده انه بذل معانا مجهود كبير، لكن التوفيق ما كانش ما يعني معانا. ف يعني هو فضل انه يعني ما يكملش. هل يا فندم عقد ايمانويل مونيكي 6 شهور ولا سنه ونص؟ لا، سنه ونص. سنة ونص. طيب، كان في كلام يا فندم قبل التعاقد مع ايمانويل امونيكي على ان نادي مصر للمقاصه منتظر الكابتن ايهاب جلال، وان كانت المشكله في دافع الشوط الجزائي اللي كان تقريبا حوالي 1,000,000 جنيه، هل الكلام ده صحيح؟ ثلاثة مليون جنيه عفوا، مش 1,000,000 جنيه. هو زي ما سمعت 3,000,000 جنيه، لكن انا يعني ما اقدرش اتفاوض، اخلاقياتنا ما تسمح لناش ان احنا نتفاوض مع مدرب هو مدير فني لاحد الانديه. اذا ترك النادي دي قصه تانية ممكن نتفاوض معاه، لكن اذا لم يترك النادي احنا ما نقدرش نفتح باب للتفاوض معاه، لان احنا يعني يجب ان احنا نحترم الانديه ونحترم اختياراتها، وما ما احبش ان احنا ندخل على الانديه. طيب حضرتك شايف مباراة سموحة، أول مباراة لإيمانويل إيمونيكي، هل حضرتك يعني ممكن نقول إن هي يعني هو اللي هيكون متولي القيادة الفنية، ولا هيبقى يعني متفارق في الأول يعرف زمام الأمور ماشية إزاي، وبعد كده نقدر إن احنا نحكم عليه من المباراة اللي بعد كده؟ أنا الحقيقة ما يعني ما أعرفش مين اللي هيدير المباراة، هو ولا الكابتن جمال عمر، لكن هو هيبقى موجود معاهم، لأن هو أنا تقابلنا امبارح في الفندق في اسكندريه اللي معسكرين فيه، وعرفته بالطاقم كله وبالقعده مع اللاعبين، اللاعبين سعداء جدا بيه، وزي ما حضرتك قلت هو اول تجربه لمدرب افريقي يجي مصر، ما حصلتش قبل كده ان مدرب افريقي جه مصر، جه مدرب جزائري مره صح للاسماعيلي، لكن افريقي ما حصلتش، لكن ايمانويل كان بيلعب في نادي الزمالك، فهو عارف مصر وبيتابع الدوري المصري على ما سمعت منه يعني، وهو بيحب مصر جدا، عاش فيها فتره من فترات حياته، لان دي كانت اول نقله له كاحتراف لما كان بيلعب في نادي في نيجيريا. تمام صح. هو بالنسبه له النقله دي نقله يعني كبرته، وظهر بقى مستواه الحقيقي في نادي الزمالك، وبناء عليه اتنقل لسبورتنج لشبونه، وبعدين من سبورتنج لشبونه راح برشلونه. صح. فتجاربه كبيره كتيره، وبعدين كسب كاس العالم مع تحت 17 سنة مع الناشئين، كسب كاس العالم مع الفريق النيجيري، وصل لأول مرة في تاريخ تنزانيا للنهائيات. فأنا عندي أمل في الله سبحانه وتعالى إن مانويل، هو وعده في اللجنة الفنية
في الاتحاد الدولي. يعني يا رب ان شاء الله يكون على باذن الله المستوى اللي نتمناه يعني ويعرف يعمل حاجه. هل يا فندم قيمه عقد ايمانويل امونيكي، يعني انا بس حابب اتاكد من المعلومه اللي موجوده، ان عقده تقريبا حوالي 15,000 دولار في الوقت اللي حضرتك عارف ان دايما المدربين الاجانب بيكون قيمه عقدهم او الراتب اللي بيكون موجود في الشهر بيكون مرتفع عن كده، هل الكلام ده صحيح؟ هو انا ما بحبش اتكلم على الملأ في الماليات، لكن يعني هو مش يعني طب قريب من الرقم ده يعني؟ تمام. مطالبهم مش عالية، وده حاجة من الحاجات اللي شجعتنا يعني. تمام. الكابتن أيمن حضرتك خلاص أخدت قرار بيه رسميا؟ كابتن أيمن عبد العزيز. بالظبط. تمام. هو كابتن أيمن عبد العزيز كان كابتن الفرقة عندنا ولعب معانا 5 سنين واعتزل من عندنا. صح. وأيمن من الناس اللي شخصيته كويسة واشتغل في نادي الزمالك. صح. مع أكتر من مدير فني أجنبي اتعلم كويس، وأعتقد إنها تبقى إضافة. الفرقة كلها سعيدة بوجود أيمن معانا، وحتى الجهاز الفني اللي موجود سعيد جدا بوجود كابتن أيمن معانا. طب يا فندم يعني في النهايه حابب ان حضرتك توجه رساله للكابتن احمد حسام ميدو بعد الفتره الغير موفقه تماما مع نادي مصر المقصه، مع ان حضرتك كنت من اشد المعجبين بامكانياته وحضرتك تمسكت بيه واديته فرصه مره واثنين وثلاثه، لكن للاسف عدم وجود توفيق ادى في الاخر الى انهاء العلاقه ما بين نادي مصر للمقصه واحمد حسام ميدو، فحضرتك حابب تقول له ايه؟ اقول له ربنا يوفقك يا احمد، وانت انسان جميل جدا وانسان ملتزم ومنتظم وبتبذل مجهود كبير قوي، ربنا يوفقك ان شاء الله في حاجه تبقى احسن من المقاصه، ونفرح بيك لان انا بعتبرك يعني واحد من ولادي زي ولادي، وانا يعني احنا نعتبر او بعتبرك جزء من الاسره بتاعت مصر المقاصه. طبعا يا فندم يعني رساله مهمه جدا بشكرك عليها يا فندم، وبشكر حضرتك على وجودك معايا. سياده اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقصه بعد ما اختار طبعا ايمانويل امونيكي مديرا فنيا لنادي مصر للمقصه، كل التوفيق لكل الانديه المصريه اللي موجودين في بطوله الدوري المصري الممتاز. معلش يعني كان لازم نخش سخنين كده على حضراتكم علشان هنخش